والآداب والعلوم الناس دكتورة فاضلة زهرة إبراهيم منسقة اللجنة العلمية للمؤتمر المركز الجهوي للمهنة الطبية والمذكرة. ضيفنا الكبير والمحترم الدكتور حامد الحداني. ضيوفنا الكرام السيدات السادة أساتذة فاضل حضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء مركز المولد إسماعيل أن أرحب بأستاذنا الدكتور فاضل حميد الحداني، كما أرحب أيضا بالسيدات السادة المشاركين في المؤتمر الدولي الثانوي الثالث، ونرحب أيضا بالحضور الكرام. وحتى لا أطيل عليكم، الكلمة الأولى للسيد رئيس مركز مولاي إسماعيل الدكتور عبد العلي السراج فليتفضل. شكرا. شكرا سيدي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ المحترم الدكتور حميد الحداني ضيفا مكرما ومحاضرا نوعيا، أصحاب المقام من السيدات والسادة الأساتذة والدكاترة الأجلاء، ضيوفنا الكرام الذين تشجعوا على السفر قادمون من مدن الجامعات المغربية أو متتبعون على المباشر المنتج للدول العربية لمشاركتنا بعالية هذا المؤتمر الدولي العلمي. الحضور الكرام من إعلاميين وباحثين ومهتمين وطلبة، بعد السلام والتحية والترحيب. نحن اليوم ومرة أخرى وفي مكناس تحديدا نعيش وفي ظرف جد استثنائي، لحظة علمية مضيئة متجددة وفارقة. بالمناسبة المؤتمر الدولي السنوي الثالث لمركز مولاي إسماعيل بموضوع القراءة وإنتاج المعنى في النص من المعيار النقدي للانفتاح القرائي المتعدد، وهو المؤتمر الذي أجلناه لمرتين متتاليتين بسبب ظروف الجائحة التي خيبت بظلالها القاتمة على مختلف دول المعمورة، وقد أصرنا على التأجيل يكون حضوريا حتى تعم الفائدة بعيدة عن ركوب كل الاختيارات البديلة السهلة نظرا لأهمية موضوع المؤتمر وللحجم العلمي الكبير لضيفه ولنوعية الأسماء المشاركة فيه من داخل المغرب وخارجه. لكن التقلبات المستمرة والمتغيرة للوضع الوبائي كانت أقوى دائما من طموحاتنا وانتظاراتنا، فكان أن قرر العزم على أن ينعقد يوم 8/9 من الشهر الجاري حضوريا وعبر تقرير تناظر المرئي لنحقق ونحافظ كما دأبنا على ذلك في كل مؤتمراتنا الدولية السنوية السابقة على النجاحات المطلوبة التي تزيدنا دائما في كل مناسبة علمية إصرارا وعزما للمضي قدما بخطوات ثابتة ومكسورة. أي نعت وأثمرت يوم بعد جهد جهيد رغم كل الإكراهات والعوائق هذا اللقاء العلمي الهام الذي أضأنا له شموع شغاف القلب بابتهاج كبير لنعلن إصرارنا الثابت على التواجد المستمر للإسهام قدر الإمكان في طرح واشتراح وفكر مغالب قضايا فكرية ومعرفية ولغوية وأدبية تتصل بمجال البحث العلمي وأسئلته ورجاناته، إسهاما لا يقنع فيه بالإشارة العابرة ولا التناول الحصري، وإنما المساهمة الفاعلة الفعلية في تجدير أسئلة ومنهجيات جديدة في المقاربة والنقد والسؤال. وإذ نرجو أن نوفق في ذلك، فإننا لا نخفي دائما طموحنا المعلن أن ينضاف هذا المؤتمر الهام الذي صار تقليدا سنويا إلى بقية الجهود العلمية التي تبذل هنا وهناك لرؤية البحث العلمي المحلوم به وقد صار يرتكز على قيم النقد والمساءلة والمواكبة والانخراط الواعي لكل ما يشهد إثراء قضايا اللغة والأدب ومختلف الحقول المعرفية من منطلقات متنوعة ووجهات نظر متعددة. أيها الحضور الكرام،
عندما أسسنا مركز مولاي إسماعيل للدراسات والأبحاث أسسناه بنوايا علمية صادقة وفي خلدنا الكثير من التمني والمتمنيات والكثير من الحب المشروع الذي نما فكرة وكبر مشروعا وصار اليوم حقيقة واقعية من خلال ما ركبه ويراكبه مركز مولاي إسماعيل وهو في سنته الرابعة من التأسيس من أنشطة علمية وثقافية وتربوية صار بها المركز رقما مهما واستثنائيا في معادلة المراكز العلمية الأكاديمية البحثية الجادة في المغرب. وما كان له ذلك طبعا أن يكون لولا فضل أصحاب بيد الأيادي علينا وأساتذة من الأجلاء الذين كان لهم الكثير من الفضل الفيار في التوجيه والنصح والدعم بدفء المؤازرة. ولعل في استدعائنا لأسماء وازنة المشاركة في مؤتمر عام 2018 ومؤتمر عام 2019 الذي سن فيه المركز تقليدا علميا جديدا وقد كان اختيارا موفقا وهو توجيه الدعوة لإسم أكاديمي وازن لإلقاء المحاضرة الافتتاحية لإشغال المؤتمر إلا إشارات قوية فيها الكثير من المعنى والمتسع من الدلالات على ضرورة إشاعة ثقافة الاعتراف لجيل بأكمله من الأكاديميين الرواد المؤسسين وممن تتلمذ على أيديهم من خيرة الأساتذة والباحثين ونحن في ذلك نسعى إلى تحقيق هدفين اثنين. الهدف الأول الوفاء لمبدأ المركز الثابت والمعلن والمتمثل في خدمة التواصل المعرفي بين الأكاديميين والباحثين وطلاب المعرفة من مختلف الأجيال والتخصصات بمنع عن كل إقامة عاجلة معزولة خارج دائرة العمل المشترك المتكامل والتواصل المستمر الذي أضحى اليوم شهدنا العلم والثقافة في حاجة ماسة إليه والذي يجب أن يقوم على مبدأ في غاية الأهمية وهو البدء من حيث انتهى إليه الآخرون في البداية الصحيحة دون تكليف أو اشتراك ودون وصاية أحد على أحد. الهدف الثاني ضمان استمرار التفاعل الخلاق بين الباحثين والدارسين من مختلف الأجيال دون حساسيات زائدة لرسم آفاق حقيقية للبحث العلمي الأكاديمي وذلك في إطار أولاً سيادة القانون لاعتراف المتبادل بين جيل أول مؤسس جدير بالتقدير والاحترام والإفادة منه والجيل يتلمس طريقه بالإضافة العلمية المفيدة للتفاعل المشترك. ثانياً في إطار التكامل الموجود اليوم بين المعارف والتخصصات بعيداً عن وهم التخصص الضيق الواحد والمقاربة الواحدة وهو ما نسعى إليه دائماً وبقوة من داخل مركز مولاي إسماعيل وقد كان من ثمار ذلك ندوة وطنية ناجحة نظمها المركز في موضوع تكامل وتفاعل النظريات يوم 25/2018 والمؤتمر الدولي السنوي الأول 2018 في موضوع قضايا معاصرة في الدراسات اللغوية والأدبية والجمالية التحولات والإهانات 2018 والمؤتمر الدولي السنوي الثاني 2019 في موضوع أسئلة حديثة في البحث لسان المقاربات والتحليلات والندوة العلمية الأكاديمية 26 يناير من هذه السنة في موضوع تعلم وتعليم اللغة العربية في ضوء التكنولوجيا الحديثة التي دشنا بها خطوة ناجحة وغير مسبوقة في السعي نحو تجسير التواصل بين المدرسة والجامعة واستثمار تجربة هذه الأخيرة في الورود بالمدرسة المغربية كدعامة أساسية من دعامات بناء المشروع المجتمعي للمغرب ما بعد الاستقلال فضلا طبعا وبكل تأكيد عن مؤتمر هذه السنة والذي نلتئم اليوم حول مادته في طريق تعميم النظر والفائدة في موضوع لا يفقد راهيته بحكم ارتباطه بمفاهيم السيرورة والتحول. وإذ لا يسمح لي المقام الاستفادة بالحديث عن القيمة العلمية لهذا المؤتمر أو القيمة المعرفية لكتابه إذ ستوفيه مكانة اللجنة المنظمة للوضوح والتعيين فإنه وبرسم الاختتام لهذه الكلمة لا يفوتني أيها الحضور الكرام إلا أن أجدي وأشكي وأعلم الشكر إلى السيد مدير مؤسسة المقربات أستاذ فاضل الدكتور جمال بوطيب عن مجهوداته الكبيرة في إعداد وطبع كتاب المؤتمر في زمن قياسي وباحترافية عالية عندما أتقناه بالكثير من التبديلات والتغييرات ولا يقدر على ذلك إلا من كان بالخبرة والريادة وهذا غير الخافل على مؤسسة المقربات الرائدة المغربية والعربية. الشكر للسادة الأساتذة من ضيوفنا الكرام الذين لبوا دعوة الحضور في عز انشغالاتهم العلمية ومسؤولياتهم المهنية
ونلتمس العذر لكل من تعذر عليه الحضور رغم أنهم أكدوا ذلك إثباتا وذلك لظروف قاهرة معلومة. والشكر كل الشكر للأستاذ أجيال الأستاذ الفاضل الدكتور حميد الحمداني الذي لبى مشكورا وبصدر رحب وبدماثة أخلاق عالية وإنسانية بدماثة أخلاق علمية وإنسانية عالية دعوة المركز لإلقاء محاضرة الافتتاح لهذا المؤتمر. وأخيرا تحية شكر لكل الحضور الكريم، وأشدد الشكر والمودة والتقدير دائما لأصدقائي في أعضاء مركز مولاي إسماعيل الذين يعملون كعادة وفي كل المحطات بحزم وعزم وصدق ونكران الذات بدعم أخوي المشرف وبروح جماعية متآلفة وميثاق الأخلاق فيه كثير من الود والاحترام المتبادل حتى لو اختلفنا، ولكن لو الاختلاف دائما الذي يؤسس بفعل التأسيس الحقيقي في الوقت الذي يؤسس فيه الآخر بفعل الإلغاء والإقصاء. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. شكرا جزيلا أخي وصديقي الدكتور سيد علي السباب على كلمته العميقة والثابتة. ننتقل إلى كلمة الدكتور عبد الرحمن نويتي مرشح اللجنة المنظمة، له الكلمة. شكرا.